رمضان اجي منك اشرف ذان يعجاجني ذوران اشهل يشهل سيد فداهوك ولا وان ان يودان كرند يزران كرند سوامان وين دشهال وين دوسان نجدن في تمورث نجدن في يودان مني وان مني يعلان أشهل يشهل أجي منك أشداوين ومن يغزران عجاجني دورا أشهل يشهل سيد فدافوك ولا وان إن يودان لأول مرة في جو ميوزيك لايف لأول مرة في حصة تلفزيونية مع كاع لا فورماسيون ديالها ومع كاع الفرقة ديالها مرحبا بكم أسلمتك فيصل مرحبا بك نسرين مرحبا صافا لاباس عليكم صافا صافا ما تتلام ياك هكا نقولوا ياك ما تتلام يا لاباس نلا بخير لو راسو كيتسال يبها يبها ويحلى ويعرم يحلى أسلم نون أنسو في سوان نتش المسلايا أنتو تلايا سقريليس شنو يدون تلايا ستشاويذ فوالا تفهمنا من دور ولاش المشكل يعني. اي خلاص انت تلاي سقبالي الشاوي والسمازيغ والسمازيغ تا كاين ذاك الحال مرحبا ياسمين اسلام منون اي بي لاول مره تفوتوا في حصه تلفزيونيه مع كامل الفرقه ديالكم يعني كامل لي ميوزيسيان فو لو كوبل ولا لو ديو ولا لي دو ارتيست اللي نعرفوهم فيصل ونسرين يعني درتوا حصه تلفزيونيه لكن قليل ولا جامي بالك مع لي ميوزيسيان ديالكم اللي هم حاضرين معنا اليوم نهضروا عليهم رايحين نكتشفوهم رايحين نعرفوهم رايحين نعرفوا الموسيقى ديالكم الالتزام ديالكم لونغاجمون ديالكم رايحين نهضروا على هذا الشيء وعلاش خيرناكم كذلك باش نتوما تكونوا معنا في جو ميوزيك لايف مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في عدد جديد خلاص ولفتوا هذه الحصه وتعرفوها دركا وعلى بالكم بلي كل ما نجيو ينجيبوا جديد يحتى ناس لو كان تعرفوهم يعني نعطيكم صوره مختلفه اليوم رايحين نحوسوا رايحين نروحوا للوراس رايحين نروحوا للموسيقى اللي بالك بزاف فيكم يعرفوها بصح ما يعرفوش الاصول ديالها ولا شكون اللي راه فيها في هذا الوقت مرحبا بكم عدد جديد جو ميوزيك لايف حصتكم اللي تحبوها رجلي والقاعدة ديالكم حنا رانا هنا رانا واجدين موسيقى راح تكون هايلة اشكيت تبها هكذا يقولوا ياك تبها مرحبا هالي انسو بيسون تفضلوا ميرسي انسو بيسون مرحبا يسون تنمير Monsieur, Madame, non, Madame, Monsieur, Marhaba Issoune, on est très content. C'est pareil. Hein? Le couple le plus célèbre, les Smurfs-Guinna, on a l'Alzair ou en Algérie, Bob Dylan, Jeanne Bez. Non, j'ai envie de dire, Bob Dylan, Janis Joplin, parce que Nesrine a un comportement à Janis Joplin, que ce soit sur scène, dans la musique, dans l'engagement de terre, dans le militantisme. Mm. Et on a folk song, folk guitare, tu as. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, Iwal, on a tendance à vous comparer. Il y a une fois où on a dit comme Hagda, je crois qu'il faut comme Fizouj, dans la musique, il y a un qui a dit. في الجزائر كاين دي زيكزامبل دونك مي قلال ماشي بزاف مي في العالم كاينين دي كوبل كي سون دو لا ميوزيك وي كاين بزاف باغ اكزومبل ديجا كومون كوم تا سيتي بوب ديلان جون بيز ديجا بزاف لي اشاك فوا يقولوا لنا بوب ديلان اي جون بيز مي سي سوفون سا جينيرالمون سا جينيرالمون
هذه هي داكو اي بورتون كي نشوف نسرين ولا فرحين يشوفوها مشاهدينا الكرام وتشوفوها كوم لي سور سين لا غراس ديالها سي ان ميلانج بين انديزار جانيس جوبلين جان بيز دي هي يعني كامل لي فام كي اون ميساج يعني تري امبورطون لي رساله يوصلوها يعني شغل فام تري انغاجي راح نهضروا على هذا الشيء شويه هكذا ميرسي مي باش نعاودوا نرجعوا لايوال ان جروب اللي انا اكتشفته في 2014 c'était la période où on a عرفت باللي في 2014 ابا voilà c'est la période où on a عرفت باللي كاين ناس يحبوا الموسيقى يديروا الموسيقى وموسيقى اوترمون وين حبينا نخرجوا من داك الشاوي اللي نعرفوا بواطا ريتم سانتي وغني اي حاجه وقال هذا هو ستيل الشاوي توما سي دو لا موزيك ريال كيما داروها لي زونسيان كيما داروها ماركوندا دارتها ماركوندا باردون جودي هي نواري C'est une sorte de retour aux origines. Voilà. Mais est-ce le choix ou la volonté de réellement monter une formation artistique, musicale, c'est lourd, hein, qui te fait le rachi ou là, musicalement, ça pèse. C'est les répétitions, c'est le mom. D'où est parti cette histoire? Qui va démarrer cette histoire? J'ai fait en 2014, la première scène qu'on a fait ensemble, c'était au théâtre. Régional de Batna. Batna كانت معكم دي هي وقيله ولا دي هي سيتي اون روتور دو دي هي كي رجعت تما سيتي با بريفي نطلعوا مام با ومن بعد سيتي اون سوربريز يا في مسعود النجاحي هو اللي بروبوز انا سون ماري اي ابري طلعنا افيك ان تيتر دو دي هي جوستومون اللي درناه لي دو جيتار جوست جيتار لي دو فوا سا مارشي من ثم بشويه بشويه لسان بداو يجي ومن بعد ما حبسناش وبدات توسع الفكره حتى رحنا وين لحقنا اليوم ان اوركستر اللي فيه دي ميوزيسيان الوغ لا رونكونتر الاولى بيناتكم انا شو كيوريو سافوا فمام الا كان انا نعرف الحكايه بصح راني حاب المشاهدين تاعنا يعرفوا الحكايه الحقيقيه لقاء بيناتكم انتم زوج اوتور دو لا ميوزيك اوتور دو با دو تو با دو تو Pas du tout. En fait, on s'est rencontrés dans le milieu associatif, donc on était très activistes. Et par la suite, j'ai visité les ORES, un certain Yinnar. Ah oui, parce qu'on d'accord, Mouchaïdine Al-Kiram, qui est dans l'Asema, enfin, quand tu es dans l'Asema, tu es dans Batna. Oui, mais tu es dans Batna. Tu cooks. Les ORES. Tu cooks. Voilà. Tu cooks. 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 أرجوك أن سويلة سويلة يمكن قريبا سويلة أرجوك نو أكملت كانت أقصد أكمل الحكاية دونك من بعد رحت لي زوريس جي ديكوفير لو بي دي زوريس جي ديكوفير لا كولتور اي جي ادوبتي شي ريستي تما من بعدك اون ا كومونسي ا Après deux ans, voilà. avec la باش, deux ans, trois ans, باش, بعد, جات الفكرة, au début, كنا نديرو دي روندو في الجبل, نطلعو مع صحابنا, نتوش لا ميوزيك كوم سا, انتر امي. اي بان, سا سي دي فوا. سكا لا اون فوا اكسترادينار, الصوت ديالك شباب بزاف, لي زانفلونس تاعك منين جاو في البداية؟ Alors, j'ai plusieurs influences du coup, ما كانش influence واحدة, كاين كيما قلت جانيس جوبلين, جون بيز. دونك يا لو يعني يا لو سون هذاك تاع انا جيتي بلوس برونشي اوكسيدون, بعد كي رحت لي زوغاس اللي جي ديكوفير لا ميوزيك شاوي. باسكو كنت في الجي جور جافي با بوكو دو خيوط اللي يخلوني نعرف لا ميوزيك شاوي, من بعد كون جي ديكوفير وانا كنت مبرونشي شاوي كيما ماركوندا كيما نواري كيما اون باك خلطنا لي دو ستيل وفوالا الوغ جوستومون انت ما تهدريش كاع شاوي اوفا ما كنتيش تهدري شاويه كي التحقتي كي عرفتي فيصل وعرفتي جماعه وبديتي واكتشفتي الموسيقى شاويه تعلمتي واليوم كي تكلمي شاويه ولا كي تغني فونيتيكمون برك سي سي سلاير شاوي او سلاير شاوي اوكي مي توت لي دي غاتر توت لي شاوي دي غارسر لماذا شاوي اترافير لا شانسون avant je chantais هكذاك فونيتيكمون برك مي لا je sais ce que je chante avec le temps j'ai appris la langue surtout que on a travaillé avec مسعود النجاحي
les textes تاعو sont vraiment comme on dit chez oui fousha donc les anciens mots donc ça m'a beaucoup aidé à apprendre le chaoui voilà. Eh ben bravo et عطيك الصحه parce que يعني entre temps on va dire les مشاهدينا باللي هذيك excuse تاع نو انا ما نعرف شو بالك بابا وين ما يهضروا انا ما لا لا ونفهمها ما نهضرهاش بس يعني اكزامبل justement نعاود نهضروا على الالتزام تاعهم ولا الانجاجمون ديالهم بالنسبه للتراث بالنسبه للثقافه نرجعوا ليه من بعد شويه هكذا من نرجعوا للموسيقى ايوال مع ناس espoir et ايوال سي تامون شاويد Ah non, mais c'est sirm, 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 sirm. Qara sirm. Iwal gharnaq nqars tchawith, imal, iwal. Imal c'est l'am le jay, iwal c'est tout ce qui vient après l'am le jay. Ça veut dire c'est un espoir. Mais on utilise ça pour le positif. Eh. Donc on a interprété ça l'espoir infini ou l'infini espoir. D'accord. L'espoir et c'est quoi en tout cas en tant que iwal aujourd'hui jeune Votre espoir infini, auf Fouchman Maiden, dans quel domaine Il est-il de ça Mais dans quel domaine C'est-à-dire, votre espoir infini, c'est quoi votre espoir infini Vous deux, Hunoui, les Sénides, ou tout ma fille, ou je vois l'amel d'elle comme les meilleurs classes Nous, on croit à l'humanité, genre on travaille d'une manière à ce que. Parce que aussi, nous que l'art et la culture, on met les ibnou, comme on dit, mujtama salih. Vous l'avez dit. Pour ça, on dit toujours, par exemple, quand on a parlé de l'art, on dit, on a la citation, on le fait à chaque fois, quand l'art et la culture dominent, c'est la conscience qui gère l'esprit, et au final, on a une société qui pense. Voilà. Voilà, et Hadi, من مقولات ديالكم et puis كامل les déclarations ou les interviews اللي درتهم كنتو كل مرة تعاودوا ترجعوا وترقصوا على الثقافة على الهوية على الإيدنتيتي على الأصل على التراث على الإنسان ثاني الومام بحد ذاته اللي يعرف منين جا يروح بعيد وي بيان سور كي نعرفوا الماضي نقدروا نتركزوا على حاجة صحيحة اللي نافونسيو بها للمستقبل بيان سور إي فوالا وأنتم خيرتوا تدخلوها بالموسيقى إي سي بور سا كو إيوال إني وي بيان سور بالموسيقى إيوال اللي زادت والفكرة تاع الموسيقى ماشي فكرة اللي سليميت غير في النوطة الموسيقية Pour nous, Iwal, c'est un projet de société aussi, c'est-à-dire les cadres roh le b'aid. Le fait que déjà nous sommes une famille sur scène, ça inspire confiance. Même les scènes les dernières dans la région, dans les Aurès et tout ça, c'est-à-dire même il y a des familles Hadro, il y a des On a vu que ça a apporté beaucoup à la société. L'art apporte beaucoup à la société. Effectivement. Du coup, Et ça va apporter encore plus de choses اليوم وراح justement نستمتعوا اليوم بالموسيقى ديالكم وراح على بالي بالجيتار تاعك توحشها راك هكا بيدك من الصباح وانت تهضر معايا ودير هكا راك مقلق تعاود تلحق ترجع الجيتار ديالك اوكي احنا ثاني اون اونفي دو فوز انتون حبينا نسمعوا الموسيقى ديالكم جيمي اندريكس جيمي دحما سي دو فرير هذا سي اون شونسون كي بارل دو دو فرير جيمو اي خلاص اون بار لابري نسمع الصوت ديالكم مرحبا بكم ايوان سي جو ميوزيك لايف تفضلوا مرحبا Thank you.
الكاس الفن يا الرموس وفيك الشان لا للغازل إلا المن ابن نرف ويني مليان ريتس ريتس حماما ميرت يعطيكم الصحه شكرا مرسي. جيمي اغنيه ديالكم نلقاوها سوغ البوم يا اخي لي سوغ البوم تاع ايوال الوغ ايوال كنا هضرنا مقبل قبل الاغنيه كنتو في زوج او ديبي يعني في البدايه كنت انت فيصل كنت نسرين ومن بعد شويه شويه الفورماسيون بدات تطلع ولا الفرقه بدات تطلع وبداو يتحقوا لي ميوزيسيان كيفاش كيفاش ندارت هذه لا فورماسيون با باسكو À chaque fois qu'on faisait une composition, je me suis oublié que je mettais là une basse, je mettais là tel instrument ou tel instrument. Du coup, بدينا نحوسوا على الحبات المفقودين. المفقودة. Voilà, في باتنا ailleurs, on n'avait pas de problème avec Win. Du coup, بدينا نحوسوا, لقينا مراد, لقينا مراد le bassiste. Le bassiste qui fait partie de l'orchestre national, il a l'orchestre national, c'est un bassiste contre bassiste. C'est un élément stable معana, qui a fait beaucoup de scènes معana, dar bzaf li scènes معana. Et que je compte qu'il y a le batteur Tani Karim. Quel guitariste, qui fait que tu cherches un guitariste Khalil, Khalil. Parce que Khalil, yani, il y a un soliste hors pair, qui est un mfkoudi dans le Jazair. Yani. Où est-ce que tu es? Oui, quand je suis Khalil, mais franchement, c'était une découverte qui a vraiment une valeur ajoutive.
اختار كي نسمعوا خليل ونسمعوا اللاب ديالو نعرفوا بلي يعني الانفلونس تاعو باينه نعقلوها فاسيلمون مي ا مومون دوني كي تسمعوا تقول هذا وين كان وين كان مخبي هذا كيما لوكا تاع بزاف لي زارتيست عندنا نقص المنابر سي تادير بارفوا لوكازيون سي تادير كيما حنا سي لوكازيون تاع ليميسيون هذيا اللي رانا اترافير هاد ليميسيون اللي راح On a eu l'occasion باش نهضروا على جوستومو خليل على الخدمه على بزاف حوايج خليل كاين اللي يلعب القصبه عماد كيفاش قصتو عماد عماد قصبه مروانه تيبيكمون يعني البلاد لا ريجيون وين مروانه هي يعني لو بيرسو تاع القصبه في في لي زوريس قصاب دو بير اون فيس واه دي جينيراسيون اجيال وي اجيال اي بي كاين واحد لعب دور كبير في الكارير تاعكم ولا في لورينتاسيون ميوزيكال اللي هو سمير سبان وي سمير سبان خدمنا معاه الالبوم اللي راهو مازال يتخدم اي فريمون تحيه باسكو سي تان غا فريمون تاع تاع موسيقى مي ما يجاملكش سي تادير موسيقى تكنيكمون اي ارتستيكمون سي تادير فريمون انا ادوري الخدمه معاه نعرفو نعرفو نعم تفضلي نسلم يا وسي كريم الباتور ثاني هو ثاني كان في جروب واحد اخر ثاني في باتنا ونا ترافايي عيطنا له اون فوا خدمنا معاه ونا تروفي بليك نو سي هو اللي لازم اون بو با اون بو با افوار دوتر دوتر باتور دوكو مازلنا نكملوا معاه دايوغ يا كو لوي بور تونير لو ريتم فوالا كاين جيم كاين ريكوريس جيم ديكوفرينا في لوماج تاع جمال علام سي ان اكسيلون بيركسيونيست لي ديسيبليني سيرتو و ماشي طبل كاين نغمات في لي بيركو تاعو تادير جيم فريمون يعيش لا بيركوسيون يعيشها الوغ كاين هذا هضرت على جمال علام كاين وحده من لي كوريس تاع جمال علام في السنوات الاخيره ديالو الله يرحمه ويسع عليه كي فرح 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 ديكوفريناها تما جوستومون كونت اون في لوماج بازو نزيد نتحيه لو غران ارونجور بازو كومبوزيتور يعني تعريف تاعو شويه يدي وقت المو بازو لو غران بازو فرح طاووس اي بي فرحات كذلك كي معروف حنا مع فرقه فريكلان وكاين كذلك فنانين كبار اللي راهم معاكم ميوزيكالمون يعني خلاص ليميتو كامل لي زانغريديون خصنا لا كوريست برك لي اون فرانس ثاني كانت معنا دوبي نو ديبي دوكا راحت بور سي زيتود دايور لوي دي سالو Et en principe. Alors, les choristes, Farhat aussi, Gali qui peut avoir un malah, tu vois, c'est à dire, on les aime. Sinon, on ne peut pas. Sinon, mais je sinon, mais le cœur. Et c'est génial parce que moi, il y a une belle firka, Rahtou, Sherktou, Fima Waïd Kibira, Fil Moussika, Nafil Jazair, Linchfa Aliha, ou la Lihadar Tilkum Kadalik Liha, la dernière en date, c'était fi août, c'était le Maharajan Watani, le Moussika, l'Amaziria, ou l'Ornia, l'Amaziria, Fib Jaya. C'était la dernière, Lihadar Tilkum Manali. سي لا ديرنيير سان هذيك هي الاخرى ومن بعد كوفيد فوالا سا نوزا يعني رانا روبرونيو ان شاء الله ان شاء الله لا فيوجن ولا هذا لو شوا شفنا ناس قبلكم شفنا لي بربر شفنا ايتران شفنا فنانين واحد اخرين للموسيقى الشاويه خرجوا من التراديسيونيل ولا التقليديه بندير قصبه ولا تاع العواد كيفاش عيطوا لها هذيك تاع الشطحه لا دونس تاع بريد ماشي سقار بريد نيكسان فوالا بريد نيكسان دونك خرجتوا منها ومشيتوا فوز افي ريلمون اوزي لا فلوت مع لا باس مع لي سولو تاع خليل مع لا بيركسيون قصبه ماشي لا فلوت قصبه باردون صحيت ميرسي دو مي كوريجي سي امبورطون بصح بزاف الجزائريين اللي يقدروا يقولوا هكذا مي شو داكور عندك باسكو القصبه تو سي يخدمها هو ماشي ان انسترومون ديابازون اللي لقاه في الحانوت واجد ولا هذاك هو اللي يخدمو اي لو شارم تاعها سي تادير كونت اللي ديتوني اللي جارمو هكذا على لو ريست تاع الاخرين هذيك هي لو شارم تاعها كي تقعد باسكو فيها لاما ابا فوالا يعطيك الصحه جي بيان في نغلط باش تكوريجي لي وتعطينا التفاصيل دونك لو شوا هذا كيفاش جا فيزيون لا كونسيونس منين جات لو فيلينغ انت يا وقيله باسكو كانت عندك دي انفلونس انترناسيونال كانت عندك خلطنا لي دو خلطنا لي دو انفلونس تاعنا سا دوني اسكو فو بوفي ايكوتي دوكا ديجا لا باز لو شاوي بعد لو شاوي على باز جيت دير تخدم يتخدم في الروك في الريغي في البلوز فونيتيكمون اي كيفاش نقولوا ميوزيكالمون ميم لا ميلودي ريتميكمون لي ريتم شاوي يونا بوكو اللي طيحوا على لو روك بوكو على لو ريغي ديجا عيسى الجرموني
il a été interprété reggae, rock, qui m'a donné les groupes les قبلنا déjà. Blues, voilà. Elle insiste. Country. Country. Voilà. Bon, comme elle est belle, comme la Hessa Diana, qu'il y a une île à ta. Nous les tibouna, nous les habouna, nous les. Et que je vous comprends avec les Oul Mara. Ou Andy, Souel, Hatful Mellouras, Bad, Mimbatna, Gousmo, Wafiq. Ou je vois le combat dire comme le Hakiri, Touma, Firkat, Iwal. Yani, à la wesh, comme tableau. Un combat pluriel, hein, il fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que yani, déjà, le fait qu'on trouve la solution est la culture. L'insan, yani, l'individu, surtout quand on a une culture, il dirait qu'il n'y a pas de culture, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de communication qui peut toucher شريحة الأكبر في هذه الدنيا. إذن كاين دي ميساج سوا كيما نقولوا ان سبيكتاكل سيكوا يعني صوت وصورة يعني اترافير ديجا لو فيكو اللي رانا نعيشو فيه ديجا سي تان انجاجمون و اترافير لي تيكست و اترافير الموسيقى من ناحية الموسيقية سي تادير رانا نسيو نديرو حوايج جدد اللي ما كانوش في عند لي جينيراسيون اللي فاتوا ومن ناحية لي تكست ثاني كيف كيف عجب بزاف مواضيع منها اجتماعية الحب سي تان انجاجمون في هذه البلاد وي دونك توتي انجاجمون ما فهمتش الانجاجمون وديجا كلش انجاجمون دو سيري لو كومبا تاعنا سي كوا لو كومبا تاعنا و فيت حنا ما نحسوش بلي سي ان كومبا باسكو اون نو في كو فيفر كيما رانا مأمنين عايشين كيما رانا مأمنين دوكو شغل ça peut influencer des personnes, ça peut, ça montre la réalité de la dunya, la réalité de la vie. Du coup, le réel combat, le mandat chez les humains, il faut que chaque personne ait un combat avec elle, ou qu'elle vit comme elle aime, tout simplement. C'est le réel combat. Si tu arrives à ce point où tu es satisfait de ta vie, classe, tu ne cherches plus autre chose. بيان سور كاين اون فيكول ثاني كيما نقولوا عندنا الثقافه نتاعنا نحوسوا نوصلوها للماكسيموم للعالم دي ماسكي بوكو دو شوز اللي راهم مغطيين كيما حنا كيما نقولوا عندنا بالنسبه لينا حنا الموسيقى الشاويه هي مدرسه اللي من المفروض كان يقدر يكون عندها يكون معهد عندنا لي سبيسياليزي باسكو سي كلك شوز دوتونتيك سي تادير كلش جاي من الطبيعه On a dit que c'est des trucs, les mêmes la plupart des gens, même à l'étranger, ils s'intéressent à ça. C'est-à-dire, ils reviennent à l'osol de la chose. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ou tu as fait ça, 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 c'est-à-dire, quand on entend, par exemple, quand on voit المعاهد الموسيقيه لا بليبار المتخرجين في الاندلسي في الاخر ماشي باش نقول لك الاندلسي ماشي مليح ولا سي تادير حتى هي موسيقى نحترموها وكل شيء مي كاين شيء اللي راهو مدفون تحت التراب اللي لازم نجبدوه ثاني عندنا اون ريشيس اللي لازم نبروفيتيو منها تو سامبلومون لا 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 ميوزيك شاوي ولا لا كولتور اصلا لا كولتور شاوي لا كولتور بربر L'histoire, le Nord-Afrique, c'est tout. Quand ils sortent le terrain ou les gens qui connaissent tout, ça va donner un nouveau départ pour les sociétés nord-africaines. Parce qu'une fois ils connaissent leur histoire, ils connaissent d'où ils viennent, ou comment ils étaient, ou la position de Tahom, ça va déjà donner confiance en soi. Parce que qui t'arrive à public le passé tech il existe tu ne viens pas de nulle part عندك un départ تقدر تمشي vers un objectif تقدر دير des buts voilà ما غلطوش لي سماوكم بوب ديلان يا جان بيز جو كوا باسكو باين يعني الحوار تاعكم الخطاب ديالكم جي امبريسيون راني في الستينات ورايحين نعاودو نبنيو امور جديده شابه تري 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 بيل يعطيكم الصحه شكرا اللي راكم هنا اي بي فو ريبريزونتي دان لي اغلبيه يعني الجزائريين ولا الشباب ولا الشاب الجزائري اللي عنده نفس الحوار كيما نتوما اختار الثقافه
هي الأهم إلا كان حبينا إحنا نفرض نفسنا في العالم. نواصلوا مع الموسيقى، نواصلوا مع ثقافتنا، نروحوا للوراس، نعودوا نرجعوا هذه المرة تكريم الماركوندا. ماركوندا أوريس. أوي هذا هو ماركوندا أوريس. أنا بعرف عشوية إذا جستمو راح نهضر شو نسمعه نعودوا نرجعوا ونتكلم على ماركوندا اللي مش معروف بزاف جستمو. تفضلوا شكرا. تنمرت يعطيكم الصحة
احمد تاع ماركوندا. الوغ قبل ما نهضروا على ماركوندا شكون هي والفنانه اللي خيرتوها اليوم باش جوستمون ديروا لها نوماج، احمد شكون؟ احمد سي سون امي دونفونس في لا شانسون، سي سون امي دونفونس و لوي دي اسكو تو تي رابيل كي كنا نخرجوا نلعبوا في الثلج حتى يدينا يتقرصوا. قرصوا سوق جريس. جريس جليد. جليد. اكزاكت. دو توفاسون دو توت مانيير لي شانسون دو ماركوندا كيما تقول هي سولوي كي فو كونيتر مون انفونس مون هيستوار يسمع مي شانسون ويفهم لي تيكست تاعهم. باسكو هي ال في اون سورت دو اوتوبيوغرافي ا ترافير سي شانسون. دونك حنا انا شوازي Ahmed, parce que c'était une chanson, mais j'ai découvert Markonda, c'était une chanson li sknetli, on va dire. Et elle découvrait. Voilà. Sknetli la chanson. Non, quand on a le répertoire de Markonda avec la guitare parfois avec le contre, on بعد هي le titre li khayratou باش نعاودو نديرو له une reprise. Markonda li تقعد يعني ان سامبول كبير في الموسيقى الشاويه الجزائريه الامازيغيه. يعني ماركوندا سي ان ريفيرونس اوجوردي في العالم، هنا في الجزائر بالك بزاف ما يعرفوش قيمتها، مي في العالم سي ان فام ريسبكتي محترمه وزادت بزاف في الموسيقى. وي بيان سور سي انا مون افيا سي لا مير سبيريتويل دي زوريس. واو سي بو يعطيك الصحه. اثرت في المسار تاعكم في الموسيقى ديالكم؟ وي بيان سور انا كي نحب المانسبير ترو سي دادير ماركوندا كي نحب ليزار لا ميلودي سيرتو الجو على واحد لا سامبليسيتي مي تري ديفيسيل هذيك لا سامبليسيتي هذيك هذيك العيطه تاعها وعندها ميتريج دو فوا لي ان شاء الله ان شاء الله الجزائريين عبر هذا الحصه بيروحوا يحوسوا يكتشفوا شكون هي ماركوندا باسكو ومن بعد يقول اه وي هذه جزائريه تاعنا تما وعندنا باش نفتخروا حنايا وعندنا باش نقابلوا العالم في الموسيقى على غرار الفنانين واحد اخرين اللي عندنا على كل حال هنا في الجزائر. ما عندناش غير شويه عندنا بزاف غير شويه وي ما نحوسوش ما ولا بالك كيما هما ما كانش كليب باغ اكزومبل تاع واش راهم يديروا ولا ما كانش الاغاني دركا في وقت الديجيتال باغ اكزومبل توما ايوال من 2014 لليوم كم من سنه رانا في وقت الديجيتال يا با ان كليب ديالكم كاين دي لايف كاين نشوفوا غنيتوا في بجايه غنيتوا في لا فيت دو لا ميوزيك غنيتوا في حفله من الحفلات مي يا با ان كليب يا كاش غنيه ديالكم اللي نلقاوها على المواقع الاجتماعي عادي ديجا بور فير ان كليب لازم اون شونسون تعود فات تاع ستوديو دونك وحنايا ستوديو اون ايتي تري ميتيكولو بارابور للستوديو بس سيف باش لقينا لو ستوديو ايديال نعاودو نرجعو لسامير باسكو حنا اون اي بارتي فواحد ليسبري تاع اون فولي انريجستري دون مانيير اسكو لي يسمع الالبوم تاعنا ويجي يحضر لو سبيكتاكل يل فا تروفي لا ميم شوز شغل اون مون با ا نوت بوبليك دونك اون ا ديسيدي دو شيرشي لا او اون بوفي انريجستري دون مانيير live. On a trouvé, on l'a fait, donc avec le temps, il a eu il dit je suis à l'autotune, il a pas fait ça. Non, même la batterie, on a refusé de faire MIDI. MIDI. Ah, c'est-à-dire tout est acoustique, ce que vous allez écouter sur l'album, tout est acoustique, et joué du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est pas un travail de boucle, là. يعني كن الموسيقى ديالكم تري شويه صعبه شويه كومبليكي يعني كل ما نسمعكم نقول اه تيان سي دو روك اه نو تراديسيونال اه نو جاز اه نو فولك اه نو دونك خلطتوها لي حماماكم فهموني وراكم رايحين ميوزيكالمون اي سي بور ساك واخا هذا الخطر يعني لا كيستيون هذه صادفتنا بزاف مرات يعني مع الاخرين اي جو بونس لا ريبونس هي كونت اون بار دو كونفورميزم القاعده والكونفورميزم هذوك هما اللي يقتلوا لا كرياتيفيتي تاع الانسان سي تادير حنايا ماناش دي كونفورميست سي تادير نخرجوا ما نتبعوش القاعده بزاف سي تادير انتي كونفورميست ها كلمه هذه واعره كبيره في الموسيقى جاسوم بيان سور اون ليميت با اون سو ليميت با في ان سول ستيل شغل كيما جات لانسبيراسيون ليسبري اللي كنا فيه نمشيو فيه اون سون فو دو سكو سا فا دوني ولا كابابل ما بانيش سيرتو كو لو ريتم شاوي يطيحوا على بزاف لي ستيل دونك لا باغ اكزومبل كونت اون افي جيمي سي دي بوغي ووغي مي اوسي دزدك 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 Tu vois, il y a le rythme chaoui dedans.
Ahmed, c'est complètement chaoui, ça, c'est du folk chaoui. Est-ce que vous allez écouter le chaoui? Je sens que je suis à l'arrêt de reggae, Ahmed. Mais ça reste toujours chaoui, il y a toujours... C'est le chaoui, les mouchahidins al-kiram. Donc, quand on broche, ne t'arrête pas, parce qu'on va nous découvrir une musique autre. Faisal, Nsaline? Oui. اليوم على بالي وفي غزمان عندي حبابي موسيقيين اللي من ذاك نسقسيهم ولا من ذاك عيطوا لي يقول لي جاوا فيصل هم جايين ايوال ايوال فرقه موسيقيه لكن يا بروجي ايوال تروب لا تروب لا تروب يعني لا كومباني ايوال ماشي غير في الموسيقى مي في كذلك لا ترانسميسيون تاع التراث لي جينيراسيون اللي راهم جايين الاصوات الجديده اكتشاف كذلك فنانين جدد فكره اللي لازم تبقى توكور سي تادير ماشي نهار اخر سي تادير ما على باليش يعني حتى وكما كنت شانو نسرين ايوال تبقى تشوف سي اون كيك سورت سي بور سا كنا بونسي عندنا في لا ريجيون بارفو نلقاو دي جون مساكن ما يلقاوش يعني رانا في هذه البلاد كاع مساكن ما يمسحوا شنو وشنو يسمى هما سي تادير كي نصيب انا ما يلقاوش مين ميم با منين يشرو اون سيري دو كورت ولا انا لا جينيراسيون اللي فاتتني جو كوني دي جروب dans ma région, les le mec qui dit que alors il n'a pas le câble de l'front à la moto, ouais, tellement ni les endroits, ni les espaces, ni l'atmosphère, les tu peux les faire sortir le fun entier. Donc la troupe Iwal, les moyens متواضعين اللي عندنا, قلنا يعني كاين دي جان اللي à chaque fois نسيو نعاونوا واحد بشي اللي نقدروا عليه. Et la troupe, le مشروع تاع le but تاعها سي كو تكون توصل الصوت تاع هاد لي جون وفي كامل لي دومين ارتستيك ماشي غير في الموسيقى جوستمون في هاد الهدف اللي اكتشفتو تين هنا اللي خيرتوها جوستمون باش تكون معكم اليوم في هاد الحصه الصوت ديالها عندها صوت شباب جميل كيفاش وقتاش اكتشفتها اكتشفناها دون زين ايكول هذاك الوقت كانت تقرا في سيام وي هذا كاري بليسي دونك واحد لاكتيفيتي في ان سارتان يناير النار كما نقولوا حنايا تما ديكوفرينا لا فوا سي ان طالون لي دارت ان شونسون داك الوقت ان ريبريز تاع ديه يا جو كروا ومن بعد تما طلعناها معنا لا بروميير فوا لوبيرا ديريكت هنا في الجزائر دارت معنا باتنا دابور دارت معنا لو تياتر ابري رحنا دينا دارت معنا لوبيرا دالجي افيك ان تيتر وحدها اللي غنات وكلش وحنا هنا كومباني واليوم رايحه دير معاكم دير معنا اليوم في جو ميوزيك لايف ايه بعد تفضلوا نستقبلوا تينا مع ايول Ich bin ein Mann
فيك موكم انسي يويتشينا صور يقول بنايما فيك موكم انسي يويتشينا صور يقول يويتشينا صور يقول يويتشينا صور يقول تينا عسلامينم عزول عزول مرحبا اسم لاباس لاباس الحمد لله ميرسي في العرض تاعي ماشي كيما عرضنا نفنيك مي عرضنا ميرسي فوالا الناس انت نمرتي نيشني تنمرت لاباس لاباس ولاش ولاش فلاس انا راه كورونا تنجمش انا نحضنا ساعه ميرسي يعطيك الصحه تينان كانوا تكلموا لنا عليك ولا هضروا لنا عليك في البدايه وقال لك بلي اكتشفوك يعني في المنطقه ديالك والصوت ديالك صوت يبهى صحيح يبهى صاش كي لاباس كيفاش تحسي روحك هنا عندنا هنا في جو ميوزيك لايف عجبني الحال كلشي مليح كلشي حلا لا كاليتي كلشي حلا زها كعد لا يرنسن تلا على زيرنسن تعجبني الحال حبيتي تكملي في الموسيقى حابه ديري مسار موسيقي انت راكي في الثانويه يا اخي في ليزي بيان سور حابه نكمل راني ندير اكسبيريونس ويعلموني على لا ميوزيك معاهم
كل ما نقعد معهم كل ما نتعلم اكثر. واش من ستيلك حابه ديري زعما من بعد يعني في التقليدي ولا كيما هما هكا فيوزيون مع باس جيتار يكون traditional اي مودرن avec une touch traditional touch. اوكي اه يو سبيك ان انجلش اوكي سوري اي ويل اسك ان انجلش اف يو وونت يا دونك وي مونغلي انا لونغلي تاعي ما تكليش عليا بون وي فعلا قلت لك باللي واش راكي حابه ديري في الموسيقى ريبوندي واش حبيتي اوكي اوكي خصا اغني هذه خدمه غنينا شبه الحن ثاني لان تيلينا ماري الحان ذي قرف ايه كاش ما خصة الحاجة تسقسها في صل نسرين سعلامين ليم دو كالا سي اون فامي يعني خديش سي كون فامي احباب كيما راكم وحباب كامل العائلات الله يبارك وهذه هي الثقافة الجزائرية باسكو كامل الجزائريين احباب وكامل العائلات احباب تنمرت عايز وذا صح اضروحه شكرا هايله حدا وين لقيتو هذه وين لقيتو تنين هذا اللي مانيفيك الله يبارك الحبات المفقوده والله مفقوده وصحبه مفقوده يعني هاي فوق يقول بها الله يبارك عليها في الصوت يسيبها الصوت ديالها شباب بزاف هايل على دي بوتونسييل ان شاء الله فور لاكومباني باسكو مسؤوليه راهي عليكم نتوما زوج ها هو درك ما نرجعوش للور صح شحال كاين من انت شحال كاين من تين هنان ولا من تينا اللي تعرفوهم اليوم ولا اللي تلاقاهم في تكوكت كاينين كاينين ديجا كاين مان والارتيست بانتر تريزون ميكرون سيرين اللي نشجعوا بزاف ندير دي طابلو لا بانتور سور فير يل في دو لا بانتور سور فير زغمام دوما زغمام اسمه عبد الرحمن عيطلو مانو مانو عبد الرحمن با وي فنان رسام على الزجاج on lui a organisé une fois une exposition à Batna aussi donc à chaque fois les jeunes de ma qui m'a avec le projet تاع Iwell la troupe Iwell c'est que à chaque fois qu'on a une occasion où on peut intégrer un jeune ou la fait حاجه on le fait on rate pas l'occasion هكذا باش مام هما يسيبانويس ويلقاو روحهم يامنوا باللي ديجا من صغرهم يفهموا باللي لاغ سي توت اون في يا راتينا اوسي كاين دوطر دو بتيت في سور ثاني كاين يعني يظهر لي باللي انا معاكم لازم ندير جزء ثاني ولا حلقه ثانيه باسكو عندكم تالمون شوز يعني تحكيوهم والعمل ديالكم في الميدان كبير ويعطيكم الصحه باسكو ماشي غير في الموسيقى مي في كامل يعني انواع الفن في كامل لي زيكسبرسيون يعني ارتستيك راكم تنشطوا برافو برافو كوبل ديجا نتوما فيصل نسرين برافو ميوزيسيان اللي كانوا حاضرين معنا يعطيكم الصحه ايوال اكتشاف كبير وبالنسبه لنا فخر ولازم هذا المشروع ولا هذه الفرقه تزيد توصل بعيد 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 ونظن بلي هاكم رايحين بعيد يعطيكم الصحه ميرسي بوكو فو نافي با انتيري ابري او لي ما سي با بيان يعني فوق لي هكذا في الوسط في الوسط قبل نهايه الموعد ديالنا بالك كلمه للجمهور لا لو برومي مولينغ لو بوبليك سي ميرسي باسكو سي غراس او بوبليك لي اون اكزيست ميم نو كومبوزيسيون سي سون amélioré grâce au public sur scène les, la participation de tahom huma li khlatna développer notre musique grâce à eux tani li rah yخرج l'album grâce au public li on est vivant voilà merci bravo à vous yatikom saha faisal je ngoul lhom j'espère tkounou aqibtou waqt mlih maana w zidou ssnaouna ida tnahat l la pandémie hadia ntlaqaw sur scène avec de compositions jdid ou des compositions jdid ou des arrangements jdid voilà ou yatikom ssaha merci beaucoup inchallah nglbouha sur scène khallat retenez la sawil voilà yatikom ssaha merci beaucoup yatikom ssaha alaykoum pour l'invitation sharaf lina hnaya ana je m'incline devant votre musique merci khalil merci beaucoup atik ssaha bravo lga les musiciens bravo alaykoum ميرسي بور لونغاجمون تاعكم بناس كيما نتوما اللي التراث تاعنا يقعدوا نحافظوا عليه الموسيقى الجزائريه والرساله تاع الموسيقى الجزائريه توصل للعالم كيما داروها الاوائل كيما دارها ايصال جرموني كيما داروها اسماء واحده اخرى كيما دارها خالد ومازال يديروها ايوال شكرا ميرسي ميل ميرسي شكرا
انا ثاني ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم توما مشاهدينا الكرام باسكو راكم هنا وخديتوا الوقت وضحيتوا شويه من وقتكم باش تقعدوا معنا وباش تعيشوا هذه الاوقات. حنا كما قالت نسرين بكم اللي رانا حاضرين اليوم وعلى جالكم اللي رانا هنا اليوم باسكو نحبكم. شكرا لكل الفريق التقني اللي خدم على هذه الحصه، شكرا للناس اللي حضروا هذه الحصه، شكرا للمخرج اللي بلا به ما نكونش في هذا المستوى، شكرا للانتاج. حنا واش نقول لكم، يعطيكم الصحه. كانوا معنا ايوال، نتلاقاو ان شاء الله على قناتكم المفضله ايفيدامون جزائريه 1. ما تنساوش برونشيو جو جو راديو جي او دبليو لا فامي تلقاوها اي سي لا ميور راديو. شكرا، يعطيكم الصحه. انا ما بقى لي غير نقول لكم الله يدوم هناكم، الله يدوم قصتكم. سلام. Mess.
دي سفياس يوسي البابور يوسي دي شوك ثمان يوي التداوي واللب يلا ده مراد مودان ويا دي سفياس يوسي